السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا واحد العملية غادي نقوم بها في هذه الساعة. لدينا هذا بريف وهذه انتربتور ديال دو بوزيسيون او القاطع لجهتين، وهذا قاطع عادي، وهذه بولا بفنت بولا عادية كي تشوفوها الدوية ديالها. اول تجربة هو اننا غادي نخدمو هاد البولا، هاد البولا غادي نحاولو نخدموها من جوج ديال البوطونات من هنا او لا من هنا. هذه اول تجربة غادي نديروها دابا حاليا، والحصة الجاية ان شاء الله غادي ندير لكم هاد البولا هادي كتحكم من هاد القاطع ومن هاد القاطع، غادي نخدموها فايفيان. الحصة الجاية هاد الفايفيان غادي نخدموه العادي اللي كنديرو في الديور، من بعد غادي نوريكم الفايفيان اللي كيتخدم بطريقة معقدة. اول حاجة انا غادي نخدمو هاد البولة هادي من جوج ديال الطفافي، ها من هنا او لا من هنا، بغيت نخدمها من هنا نخدمها، بغيت نخدمها من هنا غادي نخدمها. غنوريكم الطريقة ديالها كديرو تبقاو تخدموها على بركة الله. اول حاجة كناخدو خيط، هو خيط هذا كيتسمى، غادي ناخد فاز، هذا فاز نتابعو، هذا فاز. دابا نخدمو غير هاد البولة هادي، غير هاد الطفاية هادي ديال جوج، نديروها نشوف كيفاش نديروها، تخدموها تشعلنا البولة من هنا أو لا من هنا، نص البولة هي أننا خصنا ندخلو بالفاز من هنا. هادو دروس بدائيا بالنسبة لتكنيسيان أو لا صناعي كيشوف هادشي ولكن مكيفهمش. دابا غادي نعطيكم شوية دروس ديال الناس اللي بدائيين او لا اي واحد في دارو يمكن له يخدمو غير وما يكونش قاري كاع كيدير يخدم فايا مع بولا. غتاخد طريف د الخيط هكا غادي تقطع، هدا عندنا تابعو لهاد الشي، غادي نقطع الطريف علاش باش نشانطي ما بين الطفافي بجوج. نشانطي هادي مع هادي باش يوليو الطفافي جوج دايرين فيهم الضوء، لا الاولى ولا الثانيه. وناخذ الخيط هاهو الضوء اللي غنجيب ديال الضوء هذا، وغادي ناخذو من هنا وغادي نراكورديه مع واحد منهم شي جهه هنا، كوديو في هذا ولا في هذا وفي واحد فيهم بحال هاد الحاله هادي، تلصقو هنا بشويه. الانسان غيستافد ولكن ما يتسرعش في الفهم. دابا حنا لصقنا الفاز، هو هذا الفاز، هذا الفاز جبناه هنا وعطيناه من هنا لهنا طريف الخيط، ها هو وزناه من هنا لهنا. دابا شنو بقى لنا؟ بقى لنا نركبو البولة. البولة غادي نركبوها هنا مثلا، هنا نركبوها هنا، ولكن قبل لا نركبها هنا خصني ناخد عاوتاني خيط ونديه لها لهنا. علاش؟ باش يمكن لها تشعل لي حتى من جهة أخرى اللي بغيتها أنا تشعل منها، مبقاش شاعله من بلاصة وحدة. ندير العملية علاش هدرنا هنا طبعا، هذا غادي ناخدو طريف الخيط عاوتاني، ها هو وهذا نديرو هنا ونولو نشانتيو في جهة أخرى اللي ملهيه باش تشعلنا البولة في نفس الوقت. غادي نديرو لاشانت تاني هنا، هاهو لاشانت تاني هنا. دابا غنبداو في لاشانت تاني، هادشي راه كيبان لكم ساهل ولكن راه معقد في نفس الوقت، شحال الناس مكيعرفوش هادشي كاع. راه معمر شي تكنيسيان يمكن له يخدم بهاد الطريقة ويوريكم هادشي، هذا بسيط هكا كيمكن له يخدم بيه في الديور الناس ويتخلص، ولكن ما يوريهلكش، ميوريكش هاد الصناعة. علاش؟ لأن هاد الصناعة راه إلا عطاها لك صافي هو، إذا ما يبقاش خدام،
ايوا وحنا ما بقاش عندنا الغرض في هذا الشيء دابا، كنديروا لوجه الله كنوري الناس. انا ما غيوريكش هذا الشيء، ما يعطيكش هذه الفكره كاع. قول له انا بغيت نخدم بولا من واحد الجهه جوج جهات، جوج طفافي ولا طفايه وحده ديال جوج، وكندير نخدم فيها جوج ديال لي زابليك او لا ابليك وحده. انا كنخدم لكم هاد المره بوله وحده، المره الجايه نخدم لكم جوج البولات من هاد الانتربتورات جوج، كيديروا يشعلوا بجوج كل وحده بوحده دوبل، ونزيد لكم عاد من بعد البريز معاهم. دابا هادي الجهه الاولى انا ركبتها، بقات لي الجهه الثانيه هادي ما غنركبها حتى فشي بلاصه، هادي ما غنعطيها حتى شي حاجه، هادي نخليها هي وهادي. هذا كيتسمى الفاز، وهذا النوتر غادي نعطيهم الضوء ديريكتومون. غادي ناخذ الكاب ديال الضوء، هو وهذا بالضبط هذا الكاب ديال الضوء عندناه، وهذا اللي غنجيبو فيه الضوء وغنعطيو لكل جهه ديالها. هذا الريكورد ديال النوتر هنا مثلا، هذا النوتر ريكورد ديال النوتر هنا، غندير سكوتش علاش باش ما يبقى لي حتى حاجه. الفاز غادي نراكورديه هنا، انا درت النوتر الزرق و القوي درته في فاز باش ما يبقى لي والو. دابا نغطيو هادشي بسكوتش مزيان، غادي يمكننا نديرو ليسي نشوف تكون هادا في شي حاجة ان شاء الله. بعد ما تاكدنا بلي الخويطات كلهم ركبوهم الله يسهم، نوليو نديرو الدرس ديالنا كي درنا. دابا الدخول دخلنا من هنا بالضو عفينا، وشانتينا هاد القنت، وشانتينا هاد القنت هذا ديال الخروج لهاد جوج جهات، لان عندنا جوج بولات هنا، جوج طفافي هادي بوحده وهادي بوحده. ملي درنا لي شانت من هنا ودرنا لي شانت من هنا، دخلنا بفاز من هنا، وهذاك الفاز خرجنا لهنا وعطانا غادي يعطينا الهادي ويعطينا الهادي جوج طفافي. والنوتر ها هو دوزناه ديريكت لعند من دوزناه لعند البولا، ها هو دوزناه لهنا لعند الفم ديال البولا. دابا حاليا نحاولوا نديروا التجربه نشوفوا واش العمليه غتنجح ولا لا. هادي هي اول تجربه نقول لكم دابا بسم الله. نحاولوا نلصقوا هنا الضوء ها هو عندنا هنا، ونجربوا البولا من هاد الجهه ومن هاد الجهه، نحطوا بعدا وجديد. نجيبوا الضوء نلصقوا هنا، فوالا ها هو، وهذا الضوء لا غير كنقيس دابا زعما مركبش. اول خيط ديال الضو هو هذا بالضبط، انا غادي نلصقوه وها هي شعلت فوالا، يمكن لي نطفيها غير من بلاصتها، شعلتها من هنا نطفيها من هنا، ومني نطفيها عاوتاني من هنا ونشعلها فوالا. فهمتي كطفى من بلاصتها شحال من بلاصتها، يعني كل طفايه خدامه بوحدها، هادي خدامه بوحدها وهذه خدامه بوحدها. اذا هذه الطريقه باش خدمناها على جوج اتجاهات، يعني جوج لي زانتربتور من هنا نشعلوها ونطفيوها، اولا نشعلوها من هنا ونطفيوها من هنا. الحصه الجايه ان شاء الله غادي نوريكم كي غندير الخدمه
فايفيان وياه نفس البولا حطيو معايا من هذه البلاصه هذه غنخدمها فايفيان هنا غتخدم في جوج طوافي هادو ولكن بطريقه اخرى دابا راني كنت غير مشان ديريكتومون الخيط هنا ديريكت ولكن خدمتها بجوج لي زانتيريكتور باش موقع لي حتى شي حاجه تنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس بسيط وخا بسيط راه عنده فعل وما تنساوناش من اللايك وديزابوني جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.